عن أمر الله وتنكر لعبادة الله واستعلى عن الخضوع لله فهجر بيوت الله وعصى الوالدين وقطع الأرحام وأفسد في الأرض وبقى وتجبر وتكبر. من فعل هذا فمآله إلى الخسران والضلال والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الضالين، لأنهم بدأوا بالظلم، فالله لا يوفقهم ولا يهديهم ولا ينصرهم. وقال أيضا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ما دامك انت سلكت طريق الكفر والكذب والخيانه والغدر والسوء والبهتان والفجور والانحراف والانحلال، الله لا يهديك، لا يسبب لك اسباب الهدايه، لانك انت من اخترت طريقك. هدايا وحياتي ولله ما تعالى سيحفوني نظر كتير بسيط. ربي ان شاء الله يحفظنا واياكم ويحفظ ابنائنا وبناتنا وازواجنا. ساعات نقول واحد رجل عنده زوز وليدات، واحد مستقيم ومتخلق ومتربي والصلاه والعباده والاخلاق والادب والاحترام طاعه الوالدين والوفاء، والاخر ندعو له بالهدايه، يعني لا طاعه للوالدين ولا صلاه ولا عباده ولا اخلاق، زوج اخر ممكن موجود نفسه الاب هذاك الضايع تلقاه يجتهد كيفاش يعوض، كيفاش يعمل مع حويجه، كيفاش يوقف معاه، كيفاش يعوض في اي شيء، في عرسه، في بنيته، في رزقه، في ماكلته، في فلوسه، في اي شيء يحتاجه. ولما تلقاه ما يعملش وما يعوضش من فعله. ولله مثل الاعلى. وقال ايضا: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. زاغوا هم اللي زاغوا، اي حادوا عن طريق الحق وعن طريق الهدايه. زاغوا اي توجهوا الى طريق الضلال والانحراف والفساد والمحرمات. فلما زاغوا هم اختاروا الطريق، هم اختاروا الفعل. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، زادهم اضلالا على ضلال، لانهم الذين اختاروا. وهذا من منطلق عدل المولى سبحانه وتعالى ان يكافئ كل انسان على فعله. فاصحاب هذه الصفات الذميمه لا يستحقون الهدايه والرحمه، لانهم من اهل الضلال وقد اعرضوا عن المولى ابتداء. اذا هذه المساله الثانيه وحياني من المسائل التي تعيننا على فهم موضوع القضاء والقدر. المساله الاولى كما قلت هي عدل الله. اذا كانت مش متيقنه من عند ربي راك ما تشركش في القضاء والقدر. الثانيه الهدايه والهدايه، الله يهدي ويوفق ويسدد من سلك طريق الهدايه، والله يزيد الضالين والمنحرفين والزابغين ضلالا وانحرافا وزيغا على زيغهم. وهذا من عدل الله ان يكافئ الجميع يعني على افعالهم. المسألة الثالثة اللي تعاوننا على فهم موضوع القضاء والقدر، وهي: هل ينفع العمل مع القدر؟ هل ينفع العمل مع القدر؟ لو انت تقول لي القدر وقدر الله، ما لواش نخدم انا لواش نعمل. أقول وبالله التوفيق: نعم أيها السادة، نعم العمل هو
هو سعي الإنسان وكدحوه وهو مطلوب وهو من القدر أيضا. فالإيمان بالقدر يدعونا لمزيد العمل والاجتهاد لا التقاعس، ويدعونا لاتخاذ الأسباب. قال أحد التابعين: اجتهد وارض بما قضى الله، فإن أعطى فبرحمته وإن منع فبعدله. أنت عليك أن تعمل، عليك أن تجتهد، عليك أن تقدم الأسباب، عليك أن تختار لنفسك عملك، عليك أن تبعث مشروعا ومشروعين وثلاثة وأربعة. إن كان لك مال حلال فابعث ما شئت من المشاريع واعمل واجتهد إذن وانتج واكسب من الحلال. نعم هذا مطلوب أن تجتهد، ولكن في النهاية أن ترضى بما قد قسم لك المولى من رزق. هذا هو المفهوم الذي ينبغي أن يسود. ويقول المولى سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. سعيكم مختلف، أعمالكم مختلفة، تصرفاتكم، خياراتكم، أعمالكم، توجهاتكم. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا ماذا فعل؟ إذا أعطى، أو كالفعل بتاعي، أنت بادر، أنت أعطيت، أعطى واتقى، هذا فعل مبادرتك أنت، وصدق بالحسنى، هذه مبادرتك كذلك، النتيجة فسنيسره لليسرى. ربي ييسر أمورك بإذن الله تعالى. وأما من بخل واستغنى، إذا الطرف الثاني بخل، أمسك، لم ينفق، لم يتصدق، لم يساعد. وأما من بخل واستغنى، قال عشيش، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فسنيسره للعسرى. عدل من الله أن يجازي كلا على فعله، وما يغني عنه ماله إذا تردى. طبعا السيد ذي الذي كذب وتولى ولم ينفق واستغنى، ماله لن ينفعه، لن ينفعه يوم القيامة، وسيكون عليه وبالا يحاسب عليه يوم القيامة. من أين أنفقه؟ من أين أتى به؟ من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ المسألة الرابعة من المسائل التي تساعدنا على فهم موضوع القضاء والقدر، وهي الدعاء يرد القضاء أم لا؟ الدعاء سيدي دعوة يا رب يعطيك، يا رب كذا، هل الدعاء يرد قضاء الله أو الابتلاء الذي سيبتليك به المولى؟ وجوابا على هذا التساؤل أقول: نعم أيها السادة، نعم الدعاء يرد البلاء والقضاء. الله سيبتليك، الله قضاء عليك، سيمتحنك، سيختبرك، سيبتليك بمرض، بمصيبة، بشائعة، بأي شيء. إذن فالدعاء أنت تدعو، فالدعاء كان يرد البلاء والقضاء عنك. ولكن انتبه يا أخي، فإن الدعاء الذي يسره الله لك هو من قضاء الله وقدره. الله قضى وقدر أن لأنك اتخذت أسباب الهداية أن تدعو ربك في هذا الوقت بالذات والبلاء نازل، فذلك الدعاء
يحبس البلاء. في بعض الاحاديث يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: الدعاء والبلاء يعتلجان في كبد السماء الى يوم القيامه. فالدعاء يحبس تلك الدعوه التي تدعوها انت تصعد الى الله، والبلاء نازل فتحبس الدعوه القضاء او الابتلاء الى يوم القيامه في كبد السماء لا تسمح له بالنزول. اي ان الله تعالى قدر لك هدايه التوفيق للدعاء. ما كنت من اهل الخير ومن اهل المساجد ومن اهل القران ومن اهل الصلاه ولسانك رب بالذكر ولسانك ديما رب بالدعاء وديما تدعي ربي سبحانه وتعالى تدعو ربك دائما وابدا، فالله وفقك بهذا الدعاء وقضى لك هذا الدعاء، وبهذا الدعاء الذي هو قضاء الله اوقف الله به قضاء اخر من قضاء الله. ان الله تعالى قدر لك هدايه التوفيق للدعاء ليدفع عنك ما قضاه من البلاء. قال عليه الصلاه والسلام فيما يرويه الترمذي بسند حسن، يقول عليه الصلاه والسلام: لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء. وفي حديث اخر يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات واعدوا للبلاء الدعاء. داووا مرضاكم بالصدقات، الصدقه تساعد على الشفاء لان الشفاء هو من المولى. لا بد من اتخاذ الاسماء وخيالك، لا بد من الذهاب الى الطبيب، ولا بد من الوصفه، ولا بد من شراء الدواء، ولا بد من شرب الدواء بمواعيده ومقاديره وبالكيفيه اللي قال عليها الطبيب. صحيح هذا لا بد منه، لكن مع هذا ندعو ربنا فهو الشافي، لا شفاء الا شفاؤه، واذا مرضت فهو يشفيه. اذا داووا مرضاكم بالصدقات واعدوا للبلاء الدعاء، واعدوا للبلاء الدعاء، فالدعاء يرد البلاء او القضاء.